نظر عظيمة في قوتي أكثرنا شبان العقوية صانعة قوة عظيمة التي هي قديسة محترمة إلى العصر غريبة الشرق وخزينة الملوك لأنها أحبت المسيح منذ طفوليتها وأعطى المسيح نعمته وفضل عليها لكي تصبر على العذابات الكثيرة نالت به الشهادة غير مضمحل زي النائلة والعذراء اللواتي إنها الشهادة مع القديسة مارينا عروس المسيح Yeah.
Yeah.
Thank you.
ربنا قوات ربنا وإله وإله وخلنا
Thank you.
قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا ولا تدخلنا في تكبر لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة عملناهم مؤتمر ثلاث ايام كان حاضر معانا ابونا رويس وكان حاضر
الزبون وكان يعني كان بطلنا الحرف. فكنت بكلم عن الكنيسة. واحد قاعد يكتب ايده الشمال. قلت له انت فيك ايدك شمال؟ قال لي اه. قلت له عندك يمين ماليش لازمه؟ قال لي لا ازاي؟ قلت له طب ما انت بتكتب ايدك الشمال يعني تعمل كل حاجه بايدك الشمال يبقى اليمين ملهاش لازمه. قال لي لا ازاي ملهاش لازمه؟ قلت له بص كده لولا ايدك اليمين سانده الورقه اللي بتكتب عليها بايدك الشمال كنت تعرف تكتب؟ قال لك هتلف. قلت له اشكرك. ده معنى الكنيسه، ده مفهوم الكنيسه. كلنا بنكمل بعض، مفيش حد اعلى من الثاني ولا اكبر من الثاني. من قداسه البابا لغايه اصغر واحد كلنا مكملين لبعض. حتى بولس الرسول استخدم تعبير خطير، قال الاعضاء القبيحه فينا لها جمال من افضل. تخيلوا حضراتكم منظر الامعاء، عارفين منظرها ولا المصريين الحصان الخليج والحصان الرفيع اللي ممكن طبعا يفتكر الاناتوم والكلام ده، يعني منظر ليها جمال افضل من غيرها كان ممكن الانسان يعيش. يقول والاعضاء الضعيفه فينا تعطى اهتمام اكبر. بس عشان تسمعني في الكلمه، ايه اللي فينا اقل حاجه؟ الرجل اللي بتدوس على الارض نلبسها شراب ونلبسها جزمه. طب ايدي ما فيش فيها شراب ولا جزمه. يبقى حتى الاعضاء المحتقره لكن ليها لازمه. مفيش حد كبير في الكنيسه ابدا غير المسيح بالمجد. كلنا من الكبير للصغير كلنا خدامين اسمه الصالح القدوس. واي حد يفكر بالمفهوم ده بقى خرج عن مفهوم الكتاب المقدس في ماهيه الكنيسه. الكنيسه شركه، كنيسه شركه القديسين، شركه القديسين في جسد المسيح الواحد. النقطه الثانيه عايزين نتامل فيها، الكنيسه بركه. الكنيسة بركة للتائبين. في ناس يا اخواتي بتتصور ان الكنيسة نادي للفاضيين، لكن الكنيسة مصحة للمرضى التائبين. وعشان الواحد يتوب لازم يبقى في ثلاث حاجات. اول حاجة يعترف ان هو ايه؟ مريض. تاني حاجة يكون عارف هو بيتألم من ايه. ثالث حاجة انه يوافق انه يتعالج. لو انا مش مقتنع ان انا خاطي، لو انا مش مقتنع ان الخطيئة تعباني، لو انا مش مقتنع ان انا لازم اروح لابونا عشان خاطر يساعدني على التوبة، يبقى زي بالظبط كده واحد راح عياده قاعد مع الناس اللي قاعدين بره، قاعد يحكي شوية وياهم، خد بعضه تاني وماشي، ده ممكن يخف. في ناس كتير تقعد بره تقعد تحكي وتتسلى، تنها ماشي، هل الناس ممكن تخف؟ دخلت الكنيسة. عارفين التعبير اللي قاله المسيح بالمجد عن الناس؟ قالوا له يا رب ليس باسمك تنبأنا، صنعنا قوات، خلقنا شياطين. قال لهم ما عرفوش. مره حد سالني قال لي ازاي يعني المسيح ما يعرفوش؟ قال لهم اللي ما عرفش المسيح، المسيح ما يعرفوش. ما هو شركه. شركه. ليه قال العذارى الجاهلات ما عرفوش؟ عارفين حته الجاهلات والحاكمات دي ازاي؟ ليه سموا دول جاهلات وسموا دول حاكمات؟ أولا خمسة لأن هم النعمة. ناس ثبتت في النعمة وناس سقطت من النعمة. وليه عذراء من الكنيسة؟ خطبتكم عذراء واحدة لرجل واحد. وليه جاهلات وليه حاكمات؟ الجاهلات أو الحكمة هي مين؟ حكمة المسيح. الحكمة بنت بيتها اللي هي الكنيسة نحتت عمدتها السبعة اللي هي سبع أسرار. فالحاكمات هم اللي لهم علاقة مع أكنوم الحكمة المسيح بالمجد. والجاهلات ما لهمش علاقه بيهم، عشان كده لهم ما عرفوش على الارض، قال لهم كمان لما تنيحوا ايه؟ ما عرفوش. كانوا عذراء وكانوا منتظرين عكس متوقعين عارفين المسيحيين. بس هم ما عرفوش. ما كانش في شركة حب بينهم وبينهم. ما كانش في شركة صرع بينهم وبينهم. ما كانش في شركة اتضاع بينهم وبينهم. ما كانش في ركب منحنية بينهم وبينهم. بالنسبه لهم المسيح نظريات، يعني كلام لطيف، ناس حلوين بيجوا في الكنيسه وقاعد ايه والتانيه ماشيين، خلص الحكايه على كده. يعني عشان كده يقول لهم ما اعرفكمش، ما اعرفكمش، ما تعرفنيش ازاي يا رب؟ وانتوا عرفتوني عشان اعرفكم. اللي يعرفوا يعرفوا، المن يكرمكم يكرمني، والمن يكرمني يكرمه ابي الذي في السماوات. الكنيسه شركه
شركة القديسين. الكنيسة بركة، بركة للتائبين. آخر نقطة، الكنيسة بيت الملائكة، بيت الملائكة السماويين والأرضيين. لو نعرف المكان اللي بنخش ده، بنقول في التسبيحة السلام للكنيسة بيت الملائكة. ده بيت الملائكة، داود الملك والنبي الجبار العظيم اللي كتب مزامير هذا عددها، يقول له أما أنا هو ملك فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك. ويخش جري عشان يتناول خبعته ماشي. يا سلام، وفاكر نفسك هو إيه يا ملبس؟ مش ملبس يا حبيب قلبي، مش ملبس، حدودان حدودان. في ناس بتاكل وتشرب بناء على نفسها، وناس بتاكل وتشرب لخلاص نفسها. تيجي قبل ما تتناول تتوب بالليل وتراجع نفسك، وتيجي الكنيسه من بدري وتحضر قداس من بدري، وممكن متخيل زعلان مع حد صالح معاه، تحضر قداسك توشن واقف على الملائكه. لكن داخل الكنيسه اهو ككون من عاده، وزي ما الناس بتعمل ما بنعمل. وبعدين يقول لك احنا دخلنا الكنيسه وما يعني ما بنشعرش، ما بنستفيدش، ما بنتعزاش، اصل ابونا كان بيقول في قداسه، واصل الشمسه كانت بتمطمط في المرضات. داخل بالدور على حاجه غلط، هتلاقيها فين؟ لكن لو بتدخل بدور على المسيح حي امام الله، ولو صوت ابونا اوحش صوت، ولو الملائكه والشمس اللي مطمطوا في القداس ومطمطوا زي ما عايزين، توشك انت واقف في السماء زي ما الملائكه موجوده في الكنيسه وملائكه الكنيسه. قصه اخيره اختم بيها، ابونا بخير وليه مدانا يا حلوه. كان بعترف بابا شنوده، كان بعترف الكنيسه الاولى بابا وصلك الانبا يوهنس بتاع الخبيه الراحل أنبا بيه من ربنا يروح وصف الشباب وصف من له بعد كده، والأباء بتوع اسكندرية أبونا بشوي وأبونا لوقا وأبونا تدرس. بيحكي أبونا مرقس داود كان أب اعتراف، يقول كنت بصلي مع القداس مرة، وبعدين في المجمع بقى يسرح ويرجع تاني ويسرح، وبعدين حد من الأولاد وقف عليه المسرح يعني مامي يعني أبونا تتحرك وبتاع. أبونا قال له وقف يا ابني خيلتني. بعد ما خلص القداس أبونا مخيل عمل مطعمة للطفل الصغير ده، يحكي له أبونا بتعمل إيه؟ بتعمل إيه يا أبونا؟ ده راجل شيخ، ده عيل صغير تعمل مطعمة. قال له ما أنت يا أبونا لو كنت شفت اللي أنا شفته كنت تعمل أكتر من كده. قال له شفت إيه بس يا أبونا؟ قال له عشان خاطر محبة المسيح ما كانش يزيد طول ما انا عايش. قال له وايدك؟ قال له كل ما اذكر اسم حد في المجمع اشوف موجود قدامي. كل ما اذكر اشوف حد في المجمع اشوف موجود قدامي. لغاية ما جه الولد عمال يتحرك فيخيلني. قلت له حبيبي خيلتني. أول ما ظهرت الكيماني اختفت الرؤية. أه الكنيسة مليانة ملايكة، مليانة ملايكة سواء شايفينهم أو مش شايفينهم. فهل يا ترى رهبة الملائكة قدام الجسد الطاهر تديني الفرصة إن أنا في الكنيسة قاعد أسمع قداس أحكي؟ مرة حد قال لي من الإخوة المباركين، وللأسف للأسف بيخجلونا من كنيسة تانية، كانت اتعمدت الكنيسة وقت كويسة وقت يعني عندنا، تقول لي يا أبونا أنا لوست ماي أيدنتيتي، لوست ماي أيدنتيتي. قلت لها يا بنتي مش فاهم. قالت لي أنت مش قلت لنا إن على المسبح ده المسيح؟ قلت طب زي المسيح على المسبح والبنات واقفين في الطابور بيدفعوا شعر البعض عشان يتناولوا، ونزل حتى رجل عليهم يقرا في كتاب كده ولا مجله ولا مش عارف ايه، واللي قاعد بيتكلم مع اخوه واحد قاعد بيضحك في الطابور، الناس دي فاهمه ان على المسبح ده المسيح؟ قلت لها ما اعرفش. قالت ما في حاجه غلط من الاثنين، يا اما انت قلته لنا غلط، يا اما في حاجه غلط تكون في الكنيسه. قالت احنا عندنا في الكنيسه بتاعتنا ما عندناش مسيح على المسبح، عندنا كتاب مقدس بيتقري. ترمي الابره ترمي. ليه؟ الناس شعرت من جواها ان الكنيسه بيت الملائكه، واحنا عندنا كل المقدسات دي وبندوسها برجلينا، سامحوني في التعبير. محدش شاعر بسكوت اللي احنا فيه وباهميته. واللي يجي في اخر القداس واللي يجي مش عارف ايه، والقاعد عمال يتكلم والقاعد عمال يضحك والقاعد يضحك والقاعد عمال مش عارف. هنروح فين ربنا؟ هنتحاسب ازاي؟ أمام الله أمام الله أمام الله، بقدر ما أعطينا من نعم
وعطايا كافية لخلاص العالم كله في كنيستنا الأرثوذكسية بقدر ما هتكون دينتنا رهيبة جدا أمام الله في يوم الأخير. ربنا يديني ويديكم أخواتي إن إحنا ندرك ونفهم إن الكنيسة دي شركة مع القديسين، الكنيسة بركة لينا لما نكون تائبين، الكنيسة بيت الملائكة السامعين والأرضين، صبح لإلهنا دائما أبديا. نعمة ربنا حبايبي اللي يقدس بكره القداس الاولاني من الساعه 9 لغايه الساعه 11 والقداس بعد الظهر نعمة ربنا من الساعه 4 للساعه 6 فضلوا نصلي صلاه الليل يقدر يهدر معانا ببركه كبيره. كل سنه مع ربكم طيبين، من اراد ان يمضي فليمضي بسلام، سلام ربكم وجعلكم اللي يقدر يقعد معانا يصلي نص الليل وبركه كبيره جدا. كل سنه مع ربكم بألف خير. إن أنا لكم سيدك على سبيل
مكتوب مع اسمه الروح الشريف حينئذ نصعد بذبح كالعاده الاربع والاربعات حينئذ وكان يقول معنا بذبح الكلب اكشف عن عيني قال عذاب انه قد قريب انا
اشتاقت نفسي إلى شفاء أحكامك في كل حين، إننا انتهرت المتكبرين الملايين الذين حادوا عن وصاياك، إلا عن العار والخزي فيني لشهاداتك الغيب، جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك كان محقوقا، لأن شهاداتك هي نفسي وحقوقك هي مشورتي. أسقط بالتراب نفسي أحيي الكلمة التي أخبرت بالتراب فاستجب لي علمني حلول أو طريقة أعظم فهمني فأنا في عجائب جبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك طريق كل ما بعد عني ومن موسى ترحمني إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى لست شهاداتك يا رب فلا تخزيني لست شهاداتك يا رب فلا تخزيني في طريق وصاياك سعيت ربما وسعت قلبي لا تنعسي لا تسقي دمها
Okay, thank you, my Lord. Blessed are you, O Lord. Qudus, 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 unto Allah. Min ayyub al-hamdan. Kiyanik, ya Rik, Christos, Yonus, Yonion, Amin. And yes, O God, my 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 God, أنت يا ربي أنا كريك يا ربي كريستوس يونس صديقنا أيها الملة السماء المعزل على الحاضر في كل مكان والبالي لكل الكنز الصالحات ومات الحياة هلوم وتفضل وحل فينا وطعنا من كل درس والصلاح وخلص سنة كريك يا ربي Thank you.
Yeah, that is all.
ألاك السلام على بلدك وألاك السلام على بيت بلدك ألاك فعلناها المعرفة وألاك فعلناها المعرفة حكاية الله يا رب خلالنا بالفسق بوسط الوالدين كرحمتك يا رب Thank you.